السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عوارن لنقف على الاشغال تاع التهيئة تاع جبل مرجاجو، وكاين فيه مشروع تاع حديقة كبيرة، و يعني في مكان اللي سوف يتم انشاء التمثال تاع الامير عبد القادر، اللي يعد واحد من اكبر التماثيل بعلو 42 متر. اذا في هذا الاطار يعني فيه عملية راهي سارية يعني ابتداء من الأسبوع الماضي لإنشاء حديقة كبيرة على سفح جبل مرجاجو. نخليكم تتابعوا هذا البداية تاع المشروع هذا، والسلام عليكم. Et on va les sectionner, les